فحبيت اني ازودكم بالتصوير. صباح الخير والنور والسرور. لا احسك عينك تاخذ لبان الذكر او اللبان المر هذا على معده مليانه، دائما تاخذه اول شيء على الريق، لازم على معده فاضيه، ضروري على معده فاضيه. بالنسبه لراس غليص ما عندكم باي وقت، راس غليص اللي هو عصير الكرافس سمي براس غليفص لانه صعب الحصول عليه، اتس ان اوبتينبل، بعيد المنال. الله يحفظكم. ممتاز للشعر، البشره، التصبغات، هذا كله من راس غليص اللي هو عصير الكرافس، لانه يعمل توازن البوتنشال هيدروجين، الرقم الهيدروجيني بالنسبه للدم، يعني يوازن لك سكر الدم، وبرضه يمشي الجهاز الهضمي، لانه واحد من المشاكل المسببه للتصبغات اذا كان عندك حاله امساك مزمنه لازم تتكمل، لازم يكون عندك انتظام في عمليه الاخراج. الله يحفظكم. المعلومات الغريبه اللي مريت عليها انه كلما ارتفعت درجه حراره الاكل كلما انحاس عليك فيتامين د، هنا يتكلم عن بستره الحليب وفيتامين د، وكيف انه كلما ارتفعت درجه الحراره لم يستفد او تقل استفاده الجسم من ايش؟ من فيتامين د الموجوده في الماده الغذائيه والموجوده في الحليب اللي سويت بستره. فانه كل ما اخذت الاكل قريب الى طبيعته كل ما كان افضل. يعني مثلا شوفوا اليابانيين كيف يطبخوا، هلو أجيب كتاب ياباني بوريكم، أفتح لكم كتاب وصف الطبخات اليابانية هذه. هل تعلم أن الشعب الياباني من أكثر الشعوب في العالم استهلاكا للبيض؟ لا وني، يعني غالبا ما يأكلون البيض بشكل ني. بوريكم نص استوى، أكلهم نص استوى يا جماعة. يعني أنا ما من عشاق اللي هو الأكلات اليابانية، خصوصا السوشي. هنا لجنا الكلمات مع بعض تبلش. شوفوا نص استوى، يعني كأنه يحطوا بماء حار ويقدموا لك بدون طبخ. وين ما شاء الله اللي يطبخون من الظهر ولا ما يأكلون ولا بعد العشاء، يطبخون اللحم كله تقريبا شبه ني، أكثر فائدة، أكثر انزيمات حية بالأكل. كل ما زدت بطهي الطعام بشكل يعني مبالغ فيه كل ما أصبح يعني تقل الفائدة الموجودة فيه أو الفائدة الكاملة من الأكل الطبيعي.